ممكن البداية ستكون معك أستاذ سامي بوغرة، ستكون من الموضوع طبعا الذي امتحن فيها تلاميذ اليوم. فرحة ممكن كانت عند التلاميذ بعد خروجهم من مراكز الامتحان. أنت كأستاذ في المدى، كيف قرأت أو ما هو تعليقك حول المواضيع التي تم أو امتحن فيها التلاميذ صباحة اليوم؟ بادي أن ببدأ نشكركم على الدعوة ونعزي أنفسنا ووطننا أكيد. في فقيد الأمة صحيح. عالمنا الطاهر رحمه الله ورزقه الجنة. ثانيا فيما يخص المواضيع، كما عودتنا مادة التاريخ والجغرافيا هي المادة دائما التي ترفع من معنويات التلاميذ. مواضيع كانت يعني لحد الآن الفرحة ماهيش عند التلاميذ فقط، الفرحة حتى عندنا احنا الأساتذة، حتى عندنا نحن الأساتذة. مواضيع كانت في متناول، كانت في القمة، يعني في متناول التلميذ الضعيف، المتوسط، التلميذ الممتاز. نتوقع بإذن الله أن تكون نقاط يعني في القمة، ونحن جد مسرورين لما رأيناه أمام المراكز من فرحة وبهجة لتلاميذتنا. نتمنى أن ينالوا بإذن الله حسب يعني المواضيع وحسب ما شاهدناه من المواضيع وما لاحظناه في المواضيع. يعني كانت ممكن قلت أنه المواضيع كانت في المتناول. نقطة أخرى نركز أيضا عليها، هل كانت المواضيع ممكن مما تم تلقينه خلال العام الدراسي؟ المواضيع كانت كما توقعناه، كانت مما درسوه في البرنامج، ما خرجتش على البرنامج، كانت مما درسته تلاميذتنا في البرامج التربوية في المؤسسات، في مؤسساتهم التربوية. كانت ركزت على الذاكرة الوطنية، ركزت على تاريخ الثورة، خاصة فيما يخص المقالات يعني المطلوب في المقالات كان واضحا ومفهوم، كان جد واضح ومفهوم. تسمت المواضيع بالوضوح والبساطة، بالوضوح والبساطة، يعني لم يكن فيها أي يعني 0% غموض، 0% غموض. كانت الأسئلة متوقعة، العناوين كانت على شكل يعني المقالات كانت على شكل عناوين تناولوها في الدروس والبرامج الدراسية. يعني أي تلميذ كان مع على طول العام دؤوب يعني المراجعة مع أستاذه وداءوا بالإطلاع مع أستاذه، يمكنه أن ينال يعني علامة 14 فوق 10 أو 15 فوق 10. يعني أنا أتوقع أنه العلامات تكون علامات ما شاء الله. نعم أستاذ، سنعود ممكن الحديث أكثر وبتفصيل حول المواضيع لكل شعب. أعود إلى ضيفتي الحاضرة معي هنا الدكتورة سمية قصير. تابعتي أنت معنا أيضا الأجواء فرحة المترشحين، ممكن كنت معنا أول أيام الامتحانات، تابعتي أيضا تلك الفرحة. اليوم المعنويات الإيجابية لدى المترشحين فور خروجهم من مراكز الإجراء، كيف تؤثر عليهم خاصة أولئك الذين لم يكملوا كل الامتحانات ولديهم موعد غدا إن شاء الله مع امتحانات أخرى؟ الحمد لله شفنا الأجواء تاع الفرحة، يعني كانوا خرجوا فرحانين، خرجوا مرتاحين، خرجوا عبروا يعني على الفرحة تاعهم على المواضيع هذوما. نشوفوا نقدر نقولوا باللي على العموم يعني كانت انطباعات إيجابية الحمد لله، وهذه تأثر بالإيجاب على نفسية التلميذ كي يخرج فرحان من يعني من الامتحان، هذه حتأثر بالإيجاب على الامتحانات الموالية أكيد. نعم، وحتى ممكن على فترة انتظار النتائج اليوم هناك تلاميذ قد انتهوا من اجتياز الامتحانات في إطار دورة جوان 2023، ما هي أهمية الخروج من الامتحانات بمعنويات مرتفعة؟ أكيد أنه يكون عنده تصورات إيجابية، توقعات إيجابية، كي يكون إحنا عندنا أفكار إيجابية، تصورات إيجابية، سيناريوهات إيجابية، أكيد راح تولي وتنعكس بالإيجاب على المشاعر نتاعهم، مشاعر إيجابية، فرحة، يعني يقللنا من هذاك الخوف والقلق تاع انتظار النتيجة. حول المواضيع بصفة عامة قلنا بأنها كانت مما
كان مقررا خلال العام الدراسي؟ لو نتكلم ممكن حول الأسئلة، هل كانت تلك الأسئلة الكلاسيكية التي تعودنا عليها في دورات سابقة، أم أن طرح السؤال اختلف هذه المرحلة؟ طرح الأسئلة اختلف هذه المرة في أمور، في ملاحظات أنه تم ربط ما تعيشه الجزائر في الواقع الحالي بالأسئلة. مثلا تم التطرق إلى منظمة البريكس، ونحن الآن بإذن الله على مشارف، يعني الجزائر على مشارف الانضمام إلى هذه المنظمة، يعني تم الاطلاع لضمان اطلاع التلاميذ ومعرفة أكثر بما أيضا الجداول والمعطيات التي تم التعليق عليها فيما يخص مواضيع الجغرافيا، البيانات التي منحت لهم كانت متعلقة بالجزائر، كانت متعلقة بصادرات وواردات الجزائر، كانت متعلقة بما تحاول الجزائر التخلص منه، من أنه الاقتصاد الجزائري يعتمد على مورد واحد، على المورد البترول، على المحروقات. يعني كانت الأسئلة تحاول ربط واقع الجزائر بما بالأسئلة، يعني ربط الواقع الجزائري بالمادة، ربط المادة بما تعيشه الجزائر، ما يعيشه وطننا. ثانيا فيما يخص التاريخ أيضا، الوزارة الوصية دائما كانت تركز على أنه نمنح أكبر مساحة لذاكرتنا الوطنية لتاريخ الثورة، وهذا بالفعل ما لاحظناه في الموضوع. امتحان المادة بالنسبة لشعبة لغات أجنبية تناول الثورة والحرب الباردة، هذا ما تناولناه بالطبع في البرامج، وهذا ما تم، وهذا ما عموما ما يتم تداوله كل عام، أنه تكون المواضيع يا إما على الحرب الباردة، يكون جزء يا إما على الحرب الباردة في الموضوع الأول، أو جزء وجزء يكون على الجزء الثاني في أي موضوع يكون حول الثورة الجزائرية أو العكس، هذا ما يتم تداوله دائما. الملاحظ أنه لم يكن هناك غموض، سواء في الشخصيات أو المصطلحات، شخصيات عامة، مصطلحات يعني يمكن لأي تلميذ أنه بدون الاعتماد على الحفظ، بالاعتماد على الفهم فقط، يمكنه التحكم في هذه المصطلحات وإعطائها، يعني منحها تعريف. الشخصيات أيضا شخصيات عامة، يمكن أن لأي تلميذ بدون يعني حتى الشخصيات والمصطلحات عموما كانت من الدروس، لم تكن من خارج البرنامج أو خارج الدروس، اللي راجع فقط الدروس وركز على الشخصيات الموجودة أو التواريخ الموجودة في الدروس أو المصطلحات الموجودة في الدروس يقدر يجاوب. نعم، بدون الاعتماد على تلك الملخصات الطويلة أو تلك، يعني تم تفادي تلك المصطلحات الغامضة. نعم. طيب، أعود إليك سمية، مثلما استمعت إلى كلام أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا، قال بأن التلميذ الذي راجع وحضر بإمكانها الإجابة على هذا الامتحان. الأكيد أنه هناك اختلاف في القدرات العلمية بين التلاميذ، والأكيد أنه سيكون هناك تلاميذ لم يقدموا تلك الإجابة التي كانوا يرغبون في تقديمها، سيدخلون نوعا ما في مرحلة إحباط. كيف بإمكانهم تجاوز هذا الأمر، خاصة أولئك الذين هم على موعد مع امتحانات أخرى؟ نعم، احنا نقولوا رفعت الأقلام، خلاص، يعني خلاص انتهى الامتحان، ما مش هيقدر يغير، ممكن يركز في الامتحان الموالي اللي راهو مازال يستنى فيه، حتى إن ما خدمش في امتحان سواء في التاريخ والجغرافيا ولا في كما في الأدبيين. البارح شفنا امتحان تاع الفلسفة اللي خرجوا يعني محبطين، هنا نشوفوا لازم يعني ينسى هذاك الامتحان خلاص، كيركز على امتحانات واحدة أخرى يقدر يعني يعوض ويستدرك يعني هذوك العلامات اللي فقدهم في الامتحان هذا اللي ما خدموش. يعني هذا ويعني كاين بزاف اللي يقول لك أنا كي ما خدمتش في مادة واحدة خلاص الباك راح لي، هذا خطأ، لأنه
يعني شويه يعني في المواد الاخرى يتحصل على علامات يعني في المتوسط يقدر يجيب هذا العلامه ويقدر ينجح يعني في الامتحان. نعم. ماشي معناتها ما خدمش راح الباك. نعم، عندما نتكلم ممكن حول ضروره البقاء بايجابيه لاستكمال ما تبقى لا باس، ان نتكلم ايضا حول نقطه مهمه وهي ضروره دعم الاولياء لابنائهم، خاصه اولئك الذين لم يقدموا تلك ممكن الاجابات المرجوه. نعم، شفتي وليدك جاء محبط للدار يقول لك ما خدمتش وخلاص وراح الباك، هنا دور الاولياء مهم كثير كثير كثير، هنا دور رئيسي في تقدمي له الدعم، تقدمي له السند، تقدمي له المساعده نتاع ترفعي له من المعنويات نتاعو، وكذلك هنا نشوفوا التلميذ وفقد ثقه في نفسه، خلاص ما نقدرش نجيبه، خلاص هنا دور الاولياء في رفع الثقه بالنفس تاع التلميذ نتاع لا لوليدي تقدر، مازالوا مواد واحده اخرى وكاين مواد واحده اخرى ثاني خدمت فيهم، هذه ماده فقط ولا مادتين، لا يعني انه، وخاصه انه كيفاش يقدر يعرف باللي ما خدمش ولا من هذوك المناقشات اللي لا. تتم خارج يعني امام المؤسسات الامتحان. نو no. ربما انت اللي راك صحيح، ربما هذوك الاجوبه راهم خاطئين، يعني كاين بزاف يقول لك علاش اخترت هذا الموضوع، لا لا هذا الموضوع راهو حيكون صعيب وحيصحوا فيه ما يصحوش مليح. نو no. هذا خطا كبير كبير كبير، فدور الاولياء كما تفضلتي وقلتي دور مهم في رفع معنويات اولادكم. نعم، اذا استاذ دور الاولياء مهم لرفع معنويات المترشحين، دعم الاساتذه ايضا، الاكيد بانه المترشحين سيأتون إلى أساتذتهم لممكن إطلاعهم بإجاباتهم، كيف يجب أن يتعامل أستاذ المادة مع التلاميذ؟ نتمنى من ملاحظة برك، نتمنى من الزملاء الأساتذة أنه لا يتم تداول تلك الإجابات النموذجية المقترحة. خلاص يعني نخليه التلاميذ يكملوا لأنه ما زالت مواد، يكملوا البكالوريا تاعهم، يكملوا اليوم المتبقي ويكملوا المواد المتبقية إن شاء الله، وبعدها نتناولوا إن شاء الله الإجابات النموذجية باش ما نفسدوش عليهم فرحتهم، وممكن حتى أنه نسببوا في صدمات لبعض التلاميذ، ونحاولوا أنه نكملوا نزيدوا نرفعوا لهم معنويات كما إن شاء الله. نشكر الأساتذة على المتابعة الدورية لهم سواء في المؤسسات التربوية أو خارج المؤسسات التربوية، راهم يؤديوا في عمل جبار سواء على في المؤسسة التربية، والأساتذة اللي عندهم ضمير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي نتمنوا منهم أنهم يكملوا مع تلاميذهم، وأنه ما نفسدوش عليهم فرحة هذا الفرحة هذه اللي شاهدناها أمام المؤسسات التربوية بتلك النقاشات وبتلك وبتلك الإجابات التي يتم تداولها، يبقى يشوف الإجابة درت هذه ما درتش هذه، وبتلك وبتلك الأخر البارم أو التنقيط الذي يتم تناوله، قال أنا خدمت هنا لأنه البارم أو التنقيط كما هو معلوم، حتى نوصلوا لمرحلة التصحيح ويجينا تجينا إجابة نموذجية ويجينا تنقيط نموذجي من عند الوزارة الوصية يوزع على كامل مراكز التصحيح على كامل التراب الوطني، وحتى الإجابة النموذجية اللي تجينا من الوزارة والتي تهيئ من طرف المفتشين يتم فيها معالجة كل الآخر، قال التلاميذ أخطأت يعني أكثر كانوا راح يكونوا موفقين هنا في هذه الإجابات، راح يكون تنقيط، التنقيط راح يكون عموما في صالح التلاميذ. هذه خليني ممكن أعود لأتكلم حول النقطة بخصوص المواضيع، الأكيد أنه كل شعبة لها موضوع معين ولها توقيت معين، التوقيت اليوم مقارنة بالمواضيع هل كان كافي؟ كان كافي وبامتياز، المواضيع كانت يعني في متناول الجميع، والوقت كما نقولها بالدرجة كي ويزيد الوقت كي يزيد، اللي راجع واللي كان مواظب وحتى اللي التحق في الاشهر الاخيره او في الفصل الثالث والله ودار مراجعه قويه برك وبذل مجهود، والله ما يخيبوش ربي، ويبان لي راني نشوف التلاميذ خرجوا في نص الوقت او بعد نص الوقت، يبان لي ما قادش تلميذ حتى ما كملش الوقت، يبان لي التلاميذ اللي كملوا الوقت هم التلاميذ اللي كانوا حريصين على نيل العلامة الكاملة، وحتى اللي ما كملوش حتى الوقت قادر تكون أتوقع أنه تكون العلامات. نعم، يعني بهذا الخصوص ما شاء الله. وأنا أستمع إليك أتوقع أنه تكون نتائج جيدة جدا حسب كلامك.
أنا نهضر على المادة. نعم حسب مادة أنا التاريخ أنا والجغرافيا. أنا نتكلم على مادة التاريخ والجغرافيا. نحن جد فخورين بالمواضيع. نحن جد فخورين بالمواضيع ونشكر كل من ساهم في إعداد هذه المواضيع. ويعني أدخلنا الفرحة على قلوب تلامذتنا الحمد لله يا ربي. نقولها لك ونأكدها لك راح تكون النقاط في مادة التاريخ والجغرافيا راح تكون نقاط ما شاء الله، خاصة الشعب اللي معاملتها عالية معاملتها مرتفعة كما جماعة السير. جماعة السير على بالي بلي راهم جد مسرورين بما شاهدوه من المواضيع، وايضا اثلجت صدور جماعه تلاميذ الشعب التقني والعلميين وكذا، لانها راح تساعد التلاميذ اللي سقطوا ربما يعني اصطدموا ربما ناقصين في الفرنسيه او ناقصين في الانجليزيه، او ان شاء الله تكون ادخلت على قلوبهم الفرحه والسرور. نعم سمية، ممكن من الفرحة ننتقل للتلاميذ الذين دائما لم يقدموا تلك النتائج. نحترم دائما الاختلاف العلمي بين المترشحين، مثل ما هناك ممكن أهل يدعمون أبنائهم، هناك أيضا أهل قد لا يدعمون أبنائهم، خاصة خلال هذه المرحلة التي تلي الامتحانات، يجعلونهم أو يضعونهم على أعصابهم. نحن على بعد أيام من عيد الأضحى المبارك، ممكن التلميذ لن يعيش تلك الفرحة، فهو على أعصابه الأعصاب المشدودة للنتائج. النقطة نقدر نقوله بعد الامتحانات يكون الكل على الأحساب، سواء تلاميذ ولا الأولياء، خوف من الفشل، خوف من الرسوب، خوف من إحباط الأولياء. هنا يعني حليلو مسكين هذاك التلميذ اللي عنده يعني يتوقع ربما منش حنكون ألاوتر، منش حنفرحهم، يعني راهو هذا كثير، هذا الضغط عليه يخليه كما قلتي محبط، يخليه يوصل حتى لدرجة الاكتئاب، يعني في الفترة هذه اللي يترقب فيها النتائج. هنا دور الأولياء في أنهم يشجعوا هذا التلميذ أنه ما يهمش النتيجة وما تهمش النقطة وما تهمش، خلاص درت اللي عليك، بذلت مجهود، قمت بالواجب، خلاص ما تهمنيش النقطة. احنا الحب لا مشروط تاع الأولياء، نطلب من الأولياء أن يحبي وليدك بلا ما يدير لك، بلا ما يجيب لك النتيجة، ماشي مرتبط الحب نتاعو مرتبط بالنتيجة، إذا جبت النتيجة راك وليدي ونحبك، إذا ما جبت النتيجة ما وكأنه ما فرحتنيش وبهدلتني وهكذا وهكذا. يعني هنا دور أساسي ومهم تاع الأولياء في الدعم، في التشجيع، في رفع المعنويات، يعني ونتوقعوا الإيجابي دائما، نعطيو له هذيك الإيجابي، خلاص قدر درت اللي عليك راك حتنال إن شاء الله نتيجة إيجابية، ومم إذا ما تحصلت نتيجة إيجابية ما يهمنيش الأمر، يعني كاين فرص واحدة أخرى وكاين يعني العام الجاي و... نعم سمية، ممكن إضافة إلى كلامك، هناك أمور أخرى أيضا قد تؤثر على المترشحين خلال هذه الفترة، الفترة التي تلي الامتحان، وهي كثرة السؤال عن ما إذا كانت التلميذ قد قدم نتيجة إيجابية، خلينا نقولها بالعامية، يسقسوه الآن هل يعني إذا خدم يوميا بشكل يومي وحتى بعد الامتحانات كيف سيكون تأثير هذا الأمر على المترشح؟ اللي تلاقى به، خدمت ما خدمت، كيفاش، واش درت فيها، جيبنا الباك، ما جيبنا يعني ماشي تجيب الباك، جيبنا يعني وكأنه خلاص مهم، وكأنه راهو في مهمة صعيبة صعيبة صعيبة، يا يعني حتكون عنده مكانة وقيمة أمام المجتمع وأمام الأولياء، يا قيمته حتكون هذه نتفاداوها، هذو سلوكات خاطئة يعني تبناها المجتمع نتاعنا، سلوكات خاطئة ننساو كما كي تقولي عندنا عيد الأضحى، يعني ننسيو كيفاش ننساو هذا البكالوريا، ننساو اللي كاين اجتاز هذا الممتحن أو اجتاز البكالوريا، ننساوه، نسألوه على صحته، على نفسيته كيفاش راهو، هذا مكان ما نسألوش اسكو تجيب ما تجيبش، اسكو خدمت ما خدمت، هذا وقع، هذا ضغط، هذا يولد لنا ضغط عند التلاميذ. نعم نتكلم دائما حول الضغط الذي قد يفرضه الأهل على المترشحين. الأكيد أستاذ بأنه كان لك احتكاك مع أولياء التلاميذ، الأكيد بأنك شاهدت مثل هذه الصور
للضغط الذي يفرضه الأولياء على أبنائهم. اليوم مترشح لديه ضغط الامتحان، ضغط النتيجة، ضغط الإجابة، ليقابل أيضا بضغط نوع من الضغط من قبل الأولياء. كما قلت الأستاذة، العائلة الجزائرية معروفة عندها عادات وتقاليد في البكالوريا. نعم. العادات والتقاليد هذه في البكالوريا اللي دائما نحملوا هذا الابن هذا أو هذا التلميذ هذا أنه العائلة كامل راح تجيب لنا الباك، راح نفرحوا بك. شغل هذا تزيد عليه تشويش وتزيد عليها الضغط. احنا نحاولوا أنه نرفعوا من معنويات، ونحاولوا أنه نكملوا ما قام به الأستاذ، ونكملوا ما قامت به الأطقم التربوية في المؤسسة التربوية نحاولوا نكملوه. معليش وليدي بالعقل، خدمت هنا درك، ما خدمتش هنا درك، لم يحالفك الحظ في انه تجاوب هنا درك، تجاوب درك تخلفها في مادة اخرى، حاول زيد حاول. ومو لا يورو الرسوب لا يعني انه نهاية العالم، ما راح تحضروا نفسيا، بالعكس تزيد ترفع له معنوياته، ماشي تحبط له معنوياته. قال مادة أساسية، أخ كما يستعملها بعض الأمهات، أخ ما خدمش خلاص. لا، ما نهولوش الأمر. هو تلميذ أو مراهق أو صغير، نحاول نوجهه، نحاول نوفر له رعاية. مش الرعاية هذيك اللي توصله تخليه أنه خلاص يتحمل مسؤولية أنه أنا إذا ما جبتش الباك خلاص انتهى العالم، او انتهت الحياه، او لا، في فرص اخرى، في 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 في, في كاين اللي توجه الامور اخرى. البكالوريا يعني هذا التهويل هو اللي يخلي التلميذ تاعنا او الابناء تاعنا مشوشين اكثر. نحاولوا انا ولي امر أو نحن أولياء أمور نوفر الرعاية لوليدي، نعم نتبعه، ولكن في نطاق الحدود، في نطاق ما يتقبله العقل. ماشي الضغط 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 الضغط. يا أخي كاينه حكمة تقول لك الضغط يولد الانفجار. احنا مش نضغطوا عليهم أنه نقول الباك هذا خلاص، لا، نتعامل معه بعفوية. معليش عادي، نحاول نخفف من الضغط. ماشي هو خارج من الاختبار بضغط، وفي الداخل في المؤسسة أو ضغط، وكي يخرج ضغط وتزيد له أنت شغل تحمله مسؤولية، وهو مراهق صغير، وهو تلميذ ما يعني هو أيضا ما كانش تلميذ ما حابش يفرح والديه، ما حابش يشوف يماه نهار الباك فرحانة ويشوف هذاك الفرحة في الدار وكذا. ومن أي تلميذ يحب يشوف هو يفرح، هو يفرح، لكن الله غالب. كاين من تخليوش هذيك الرعايه هذيك او هذاك الخوف هذاك يولي تهويل ويولد ضغط اكثر. نعم، نبقى ممكن دائما في هذه النقطه، اطار ما يتحمله العقل. او قبل هذا مشكل ذكر الاستاذ منذ قليل نقطه مهمه، وهي الاطلاع على الاجابات النموذجيه وعلى التنقيط. هل تحبذين هذا الامر؟ بالتأكيد لا. لماذا؟ لأنه نروح نشوف الأسئلة النموذجية، نبدأ نشوف بلي أنا غلطت فيها. احنا نسميوها نموذجية، يعني كما نقول الماكسيموم تاع الإجابة. نعم. امبوسيبل اني حنكون درت كيفها. ربما انا الصياغه تاعي ما كانتش كيما الصياغه تاع هذيك الأجوبة النموذجية. فيعني أكيد أن التلميذ هنا يحبط أمام يعني كيشوف هذيك الإجابة النموذجية، ما يقدرش يوصل للإجابة النموذجية، دونك يقول غلط، ما نجح نجيب مليح. التنقيط كما تفضل الأستاذ وقال التنقيط، دونك هذه يعني حنتحصل عليها هكذا، حنتحصل عليها هكذا. كاين بزاف تلاميذ حتى يحسبوا المعدلات نتاعهم، يشوف الأجوبة النموذجية وبعد يبدا يحكم ورقة وسيالة ويحسب المعدل نتاعو في التاريخ والجغرافيا حنجيب هكا، في التنبيه الإسلامي نجيب هكا. هذا سلوكات خاطئة تزيد في التوتر وفي قلق عند التلاميذ، لابد من الابتعاد عنها. نعم، ممكن سلوكات خاطئة تدخل دائما في إطار تلك السلوكات التي نشاهدها عقب اجتياز الامتحان، وهي بقاء المترشحين جماعات أمام المراكز للاطلاع على الإجابات بشكل جماعي. نعم، توش درت كيفاش كانت الإجابة، هذه تدرت هكا، وعلاش خيرت الموضوع هذا الموضوع مش
لا هذه سلوكات خاطئة تزيد في التوتر تزيد في قلق التلاميذ، لابد من الابتعاد عنها ويعني نبعدوا عليها قدر المستطاع. حتى الأولياء عندهم دور في هذا الأمر، كي تخرج أرواح قبالة يعني للمنزل وما تناقش ما تحكم تليفون تسقسي كيفاش درت وكيفاش ما درت، نو هذه سلوكات خاطئة لابد من الابتعاد عنها. تزيد غير في التخويف، تزيد غير في الضغط وتأثر على المواد الموالية. نعم، أعود إليك من جديد أستاذ بوقرة. تكلمنا أو شاهدنا صبيحة اليوم نوع من التقدير لدى المترشحين للأساتذة الذين رافقوهم خلال هذه المرحلة. اليوم ونحن نتكلم حول الضغط النفسي وحول كل النقاط المصاحبة لهنا، ضروري أنه نتكلم أيضا بأنه قد يأتي المترشح لأستاذه الذي رافقه ليأخذ نوع من النصح، الأستاذ أيضا قد يمتص نوع من التوتر الذي يكون لدى المترشح هذه الأيام أو حتى فترة انتظار النتائج. يعني كي نغير نشكر كل من أدى الأمانة على أكمل وجه وبضمير ومهنية، كانوا الأساتذة نشكرهم وكل أطقم التربوية بدون استثناء، يعني الكل نشكر كل من كان له من سيكون له يعني من كل أدى يعني الأمانة على أكمل وجه وكل من سيكون له الفضل في نجاح أبنائنا. فيما يخص كاين أساتذة والله العظيم في يومهم في حتى يوم الاجتياز المادة يتنقلوا إلى المراكز التي يجتازوا فيها تلاميذهم باش ينصحوهم ويكونوا معاهم الآخر الدقائق ويمتصوا منهم ذلك التوتر. نقول بأنه كما قلت وذكرت ونوهت نتفاداو الإجابات النموذجية ونتفاداو هذاك التنقيط العشوائي وكذا. نحاولوا أنه سوف يكون للأساتذة نعم دور كبير في امتصاص التوتر لدى تلامذتهم، وكما قالت الأستاذة من ماش معناها أنه أنت لازم تكون عندك إجابة نموذجية، حتى في الإجابة النموذجية تجيك مع مراعاة تحسب كل إجابة تخدم الموضوع، كل إجابة تخدم الموضوع يتم احتسابها ويمكن منح العلامة الكاملة إذا كانت الإجابة قريبة من الإجابة النموذجية أو تخدم الموضوع في إطاره. يعني موش التلميذ هذا راح يكون رجل آلي راح يعود لك، أو حتى المواضيع ما كانتش معتمدة على الحشو أو معتمدة على الحفظ التام، قلت لك يعني كانت شخصيات وطنية، كانت شخصيات عالمية، كانت مصطلحات يعني متداولة، يعني كانت قريبة إلى أن تكون ثقافة عامة مادة التاريخ والجغرافيا، وهذا ما يعني نركز عليه دوما. حتى عناوين كما قلت لك عناوين المقالات أو عناوين الأجزاء الثانية من مواضيع التاريخ والجغرافيا كانت عناوين المطالب أو المطلوب كانت عناوين صريحة وواضحة ومتداولة وتم تداولها في الدروس، هذا ما نؤكده. دور الأساتذة في امتصاص التوتر هذا عادي وكل سنة ولمسناه، كل سنة الأساتذة في متابعة دورية لتلامذتهم إلى آخر دقيقة. طيب أستاذ أود إلى ضيفي، ممكن سمية آخر نصيحة تقدمينها أو قبل هذا آخر كلمة تقولها للمترشحين؟ نقول لهم ديروا ثقة في نفسكم، تفائلوا خير، توقعوا الإيجابي. بالنسبة للأولياء نقول لهم ديروا ثقة في أولادكم، يعني تدعيم تشجيع بيئة، وفروا لهم بيئة أسرية صحية نعم خالية من التهديدات ومن التخويف. سيد سامي بوقرة أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا شكرا لك. سمية قصيرة الأخصائية النفسانية شكرا لك. مشاهدينا